كيقولوا ان الحد والزهر هو سهم كيترمى ويصيب الانسان اللي ما كيتوقعوش، وما يمكنش نسدو على الزهر في شي خزانه. كلمات بحال المتعوس، خايب الرجا، دعاوي البلا، المنطيح، كلها كلمات كتختزل نظرتنا الانسان ما عندوش الزهر وقليل الحظ في هذه الحياه. كيفاش من سخريه القدر تعيش 42 عام ما تلقاش باش تشري بكيه ديال الكارو، وملي تموت تباع لوحه وحده ديالتك سميتها الهديه للفنان التشكيلي المغربي في دار للمزادات الفنيه باريس بمليون اورو بما يعادل 10 ديال المليون و83847 درهم. كيفاش نفهموا هذه المفارقه العجيبه؟ شكون هو عباس الصلاضي؟ اشنو كان كيرسم؟ وعلاش دوز الحبس على ود الحسن الثاني؟ بدايه القصه، تولد عباس الصلاضي بحي شعبي قرب الضريح العباسي بمراكش. تولد باش يبقى حزين ويموت حزين لمده ديال 42 عام اللي عاشها. هو داك الدري والشاب اللي عاش معدم وفقير في مدينه مراكش مع اختو الصغيره الصامده في وجه البرد والجوع والمطر على ابواب المساجد العريقه في ساحه جامع الفنا. كان كيعرض اللوحات ديالو ورفقه الشقيقه ديالو اللي كانت السند ديالو بشارع الامراء بمراكش. بعض المره كيوقفوا والبعض الاخرين كيدوزوا بلا اهتمام لموهبه كبيره في الفن التشكيلي. كان خايف وصامت، عينيه باغيه تنطق جميع الالوان المختلفه. كان صلادي بارد كقمه من الاطلس وهامد بحال الاطلال ديال قصر البديع وقاتم كالمآس اللي كيعيشها. اما الشخوص ديالو فهو كيف ما كيشوفها هو. كان هذا الراجل لا يرسم الا ذاته وراسو. صلادي ما خداش تعليم داخل مدارس الفنون الجميله في المغرب. كان كيقرا الفلسفه في الرباط وما كملش الدراسه ديالو بسبب حالات ونوبات الكآبه والقلق والفقر وارتجاج الداس اللي كانت كتصيبو، فاضطر باش يرجع بالزربه لمراكش وللرسم باش يهد الروح ديالو وتمشي الاشباح ويرجع معنى للحياه عنده، او بالاحرى يوميات مع الكائنات الغريبه على سطح اللوحه اللي كيبغيها وكيعشقها مجسده. باع عباس الصلاضي ما بين 1970 1992 العديد من اللوحات بتبان بخس وزهيد للسياح الاجانب والمغاربه، وكان من الزاهدين باش يشري فقط علب ديال السجائر الرخيصه. في اللوحات ديال عباس الصلاضي كاين بزاف ديال العنف والقبح، كيبعد بزاف عن الواقع والترسبات ديالو وكل ما يحمله هذا الواقع من مآزق وقلاقل وتصدعات في مغرب الثمانينات. وفضل يعيش واقع كيتخيله وما كيعرفوش ولكن كيشعر فيه بالحرية، واقع موجود فقط في ذاكرة عباس الصلاضي والمخيلة ديالته. رسم وجوه قبيحة وبريئة كتلدد وكتشوى بالنار في عالم ميتافيزيقي. هذا الرسم ديالو هو نوع من الهروب الاضطراري عن الواقع المر باش يفكر في الجنة والنار. هو فعل وجودي وطريق باش يتحرر من الواقع وداك الشيء اللي فيه بالكامل. المراجع الفنية اللي كينهل منها أفكاره والكوابيس ديالو كيرسمها موجودة فقط في القصص المصورة والحكايات الشعبية اللي تشبع فيها في الصغر ديالو داخل الأحياء الشعبية بمراكش. هذيك العوالم الساحرة كيرجع بعضها اللوحات ولكن بطريقة عجائبية. صلادي وهو ظاهرة فنية مغربية بامتياز بلا ما يدخل ويتعلم في معارف مدارس رسمية وأكاديمية. تبعت اللوحة ديال الهدية لعباس صلادي داخل بعض المزادات العالمية بباريس بالملايين، وهي لوحة بريئة وكتشد بالجمال اللي فيها وكتتكلم عن مراحل من الطقوس في العرس المغربي بشخصيتها أو بشخصياتها الغرائبية. وأعلنت من جديد عن ميلاد فنان كبير بحال عباس الصلاضي اللي مات فقير وهو يئن ويتألم من الصراع والجوع والجرح
باش يولي مليونير بعد الوفاة ديالو. كانت اللوحة بمثابة حدث كبير داخل الساحة الفنية المغربية والعربية والعالمية. تاريخيا دوز صلادي ثلاثة ديال المراحل في المشوار الإبداعي ديالو، لم يتجاوز 15 عاما. عاد صلادي إلى مسقط الرأس ديالو في مراكش بعد تجربة فاشلة باش يشد الإجازة في الفلسفة بالرباط خلال السبعينيات. هذا الرجوع ديالو لمراكش كان رمزي ومادي، وفيه رسم مشاهد ترتبط بالطرق الصوفية وبقاموس من المعتقدات والخرافات والرموز والإشارات تشكل مدينة مراكش وتاريخها كاع هادشي. المرحلة الثانية ما بين 1980 و 1985 كتمتد لخمسة ديال السنوات، ورسم فيها الزخارف المعمارية والنباتية، وقدم لوحات عامرة برؤى ومفردات خارقة للطبيعة كتبان فيها الأميرة الشجرة والرجل الطاووس وأشجار ذات جذور عميقة مغروسة في الأرض وأسوار ونوافذ وممرات تأخذ اللي كيشوفها إلى حدود الفانتازيا ولا معقول. المرحلة الثالثة ما بين 1986 إلى 1992 خدم فيها بزاف على اللون في الأعمال ديالو، وكيفاش كيتكيف مع التشكيل والحرفية ديالته في استخدام التقنيات اللي كتخاطب اللاوعي الجمعي بأفكار وتصورات حول الدنيا والآخرة ويوم الحساب وآدم وحواء ونزولهما من الجنة. حسب المعتقد السابق حسن أحراس كيقول أن عباس صلادي دوز فترة في الحبس ديال بولمهارز مراكش، والتهمة اللي توجهت ليه المس بشخص الملك الحسن الثاني والمس بالمقدسات. في إحدى اللوحات الجميلة والمعبرة ديالو فيها أربعة ديال الجنائز موضوعة بالأزرق فوق طاولة، وهي تشير إلى سعيد المنبهي وعبد الحكيم المسكيني وبوبكر الدريدي ومصطفى بالهواري، وهي عربون محبة لهم عن التضحيات ديالهم. كتب عباس صلادي بخط اليد ديالو في دفتر محمد بشار صديق ديالو كلمة بداها بما يلي: السؤال الكبير اللي ما لقيتش ليه الجواب وباقي كيضغط عليا بزاف هو شكون حنا. في نهاية القصة اعتقد ان سهم الحب وسهم الزهر لم يصب يوما 42 عام كاملة عباس صلادي حتى النهار مات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.